السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم. واليوم احنا عندنا مقام جميل جدا، وهو مقام الكرد، وهو القاعدة اللي هي التاسعة بالعود وكيف وصلنا لها في تعلم العود. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق، شرف إلي الكبير. قبل ما أبدي، هناك دورات، ثلاث دورات، اللي هي الأولى، الدورة الأولى اللي هي أونلاين مباشرة وياي، والجودة وحضوري أني أذهب إلى بيت الطالب ودرسه، وهذا شرف إلي الكبير. أخوان، بعد ما أخذنا قواعد ممتازة وكيفية كل مقام تقسيمه، راح نأخذ الكرد. الكرد، مقام الكرد من المقامات الجميلة جدا، واللي هي منتشرة، وأكثرية الأغاني مبنية على مقام الكرد، سواء كانت عربية وعراقية. والكرد راح يكون على آلة العود كالتالي، راح يكون عندنا طبعا بالضبط نفس مقام الحجاز من الري إلى الريب، لكن الاختلاف أنه يأخذ اثنين علامات خافضة، واللي هي من ري بيمول فا صال لا سي بيمول دوري، يعني يأخذ سي بيمول مي بيمول. دام تأكدوا من الدورة، تشتغل وانت دوزارك ما مضبوط، فيصير عندك طبعا من المقامات الجميلة والرائعة والحلوة. فلذلك راح نبدي ريشتين ريشتين، او تقدر تطبق عليها العدد الريش اللي اعطيتكم اياهن سابقا، اللي هي 8 ريش او 16 ريشه او 4 ريش او ريشتين او ريشه واحده يطبق. فاحنا راح نطبقها بريشتين حتى لا ياخذ وقت من عندنا. بس عندك ري بي مول فا صال لا طبيعي سي بي مول دو ري ري دو سي لا صال فا مي ري، انتهى هذا الموضوع. راح نبدا نقسم تقسيمك ري مي فا صال لا صال فا صال لا سي دو ري دو سي لا صال فا طبعا. وكثير من القواعد تجي بعد الحب لكاب فنان كيفن كاب مساء. بعد الحب ايضا طبعا انا اختصرت بحقيقة، لانه اذا يعني راح الفيديو راح يكون يعني يكون طويل، ويمكن ممكن متعب عليكم. وشكرا لكم، واتمنى اللايك والاشتراك في قناتي. طبعا قناتي على اليوتيوب اسمها زياد هادي العراقي،
وشرفي لي الكبير. وموجود رقم الواتساب اس فيديو اللي حب يشترك بدورات موسيقيه. وتحياتي لكم ومع السلامه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.